لكم فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ورمضان مبارك كريم، ان شاء الله يتقبل مني ومنكم ونخرجوا شي نتيجه زوينه يا ربي. علاش لا؟ اللي كانت فيه شي بيه يحيدها، واللي كان كيدير شي حاجه مزيانه يحيدها، واللي كان كيدير شي حاجه زوينه يزيد فيها ان شاء الله. كيف ما شفتوا اليوم بديت الفيديو بالطريق، كنت في مكناس وجيت لفاس، ما غاديش نبقى بزاف، غادي نبقى غير شي شويه، غادي نفطر ان شاء الله في مكناس. قلت علاش لا ما بارطاجيش معكم النهار ديالي كيفاش غادي يدوز. صراحه ما عندي حتى شي بلان زعما اللي غادي نديرو ولا شي حاجه من بلاني ليها، غادي تعيش معايا النهار كيف ما هو. اسمحوا لي ما صورتش بزاف في رمضان، لحقاش صراحه ما وجدت حتى شي حاجه، ما وجدت لا محمر ولا خاوي، ما وجدت والو حتى شي حاجه. داكشي علاش ما كاني صراحه ما بارطاجيو، وما بغيتش نبارطاجي غير باش نبارطاجي وصافي. المهم اليوم كنفكر انني نصيب شعري، وجبت معايا البلاك ديالي، وغادي نعطيكم حتى دي زاستوس للشعر بوكلي باش تغسلوه، شنو ديروا ليه، كيفاش تصيبوه باش ما يتحرق لكم ما والو، وحتى الاعتناء ديالو كيفاش. بقاو معايا ما تنسيو فين. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يطلع لكم الفيديوهات، اهم حاجه، وتخليوا لي دي كومونتير ولي جيم الى عجبكم الفيديوهات ديالي والمحتوى ديالي. علاش لا؟ بقاو معايا ما تمشيو فين، ليتس جو. واول استيوس ندير لكم بها هي تزييت ديال الشعر قبل من الحمام، ضروري ضروري ضروري. الا عندك شعر كيرلي وناشف ضروري ديري ليه الزيت قبل من الحمام. علاش؟ لحقاش منين كتدخلي الحمام كيزيد ينشف. انا الصراحه كنلقى واحد الفرق كبير من بين الحمام اللي كنزيد شعري عاد كندخل ندوش، ومن بين المره اللي كما كنزيت ما تندير حتى شي حاجه كندخل نيشان، فريمون كيخرج لي مشحطط مشحطط، كيقول ويك ويك عباد الله. المهم هذه اول حاجه، ما نقدرش نقول لك ديري الزيت هذه ولا الزيت هذه. المهم انا بالنسبه ليا كنستعمل زيت البلديه، مرات كندير زيت البلديه، مرات زيت الكوكو، مرات المهم اي زيت لقيته في الدار تنديرو شعري، زعما ما كنخليش يبقى مشحطط بزاف. صافي هادشي اللي كاين بالنسبه للزيت. كل وحده غتستعمل الزيت اللي كيصلح لها، وتقريبا نخليه ديك 3 سوايع 4 سوايع ولا الثلاث بغيتي تباتي به كاع، وغدا لا غد ليه صباح دخلي دوشي ما كاين حتى شي مشكل. المهم كل ما زيدتي شعرك كل ما كيكون ما مشحطتش بزاف. وثاني استيوز هي الشامبوان والديميلوغ، ضروري تختاري الشامبوان والديميلوغ اللي كيصلح لك. انا غادي نوريكم هنايا الشامبوان والديميلوغ اللي كيصلح لي ديال ميلك هاني ديال اوريفلام. صراحه هذه جربته تقريبا شي 6 شهور تقريبا ولا اكثر كاع، وهو كيجيني هو اللي يصلح لي شعري، لحقاش كيخلي داك المنظر ديالو شويه هيلتي، ما كيبقاش يبان لك مشحطاط. عرفتي باش مثلا كنستعمل بري بلوس ولا كنستعمل سانسير ولا اي واحد استعملته كيخرج لي شعري بحال الجيكس، وباش كنبغي نمشط راه ما يمكنش يتمشط. و المهم انا هادو هما اللي كيصلحوا لي، وانتيا خصك تجربي اللي كيصلح لك واللي ما كيصلح لكش باش تعرفي الشامبوان اللي غادي تبقاي تستعمليه. وكيقولوا انه من مده لمده ضروري زعما تبدليه هكا باش شويه الشامبوان كيرتاح من دوك الشامبوان كيرتاح الشعر من دوك المواد اللي كتكون اللي كيكون في نفس الشامبوان. وحاولي تختاري اللي ما كيكونش فيه داك السيرفات البارابين وداك التخربيق كامل اللي كيهضروا عليه الناس اللي كيفهموا في الدومين. بالنسبه للمشد ديال الشعر، انا كنمشط شعري قبل من الحمام باش كيكون ناشف، تنمشطو وكنجمعو، ملي كندخل كندوش عادي ما كنمشطو ما والو، ومين كنخرج حتى كنبغي نشفو هكا بالشوشوار ولا شي حاجه عاد كنمشطو عاود كنسلكو، كنلقى ديجا راه رطب وما مخبلش بزاف لحقاش ديجا سلكتو قبل الحمام. اما باش كيزغبني الله وكان زعما ما كنسى ما مشطوش قبل من الحمام وكنبغي نخرجو نبغي نسلكو، راه ما يمكنش يتسلك اصلا، ما يمكنش يتسلك ليا في الحمام وما يمكنش يتسلك ليا حتى ملي كنخرج من الحمام. داكشي علاش الصراحه بالنسبه لشعري كنفضل انني نسلكو باش كيكون ناشف وقبل من الحمام. بالنسبه للنصيحه الثالثه هي من بعد ما تديري الشامبوان والديميلوغ ديالك وكتخرجي من الحمام، حاولي ما امكن ما تبقايش تنشفي بالشوشوار. صراحه انا كنشفو بالشوشوار، ولكن زعما اللي كتقدر انها تصبر على انه يبقى لها في شويه فازك، تشد غير الفوطه وتبقى تمسحو بحال هكا بحال هكا باش تحافظ على لي بوكل. لحقاش الا بقيتي كديري بحال هكا لي بوكل كيخسرو وما كيبقاش الشعر فيه ما يتشاف. المهم انا كنحاول نشفو بحال هكا، ولا كنشد الفوطه كنبقى ندير لها بحال هكا هي باش دوك لي بوكل ما يتخسرو ليش. وصافي هادشي اللي كاين. ودابا غادي ندوزو انني غادي نصيب
شعري قدامكم وغادي نوريكم كيفاش كندير ليه. انا في الاول صراحه ما كندهنو بحتى شي حاجه لحقا شنو ما دهنت ليه سيروم شنو ما دهنت ليه كيتزيت وكيولي بحال مزيت بحال مسخ، هو راه ما مسخش يلاه مغسول وما كيعجبنيش ندهن ندير شي حاجه زعما وانا كنصيبو. المهم بلا ما نطول عليكم بقوا معايا ما تمشيو فين، غادي نمشيو لواحد البلاصه اخرى واخا اللايتين ديالها شويه واد ولكن تما اللي كاين البريز وغنبقى جالسه وغادي نبقى مرتاحه قدام التلفازه لحقاش صراحه غادي نطول بزاف بزاف بزاف، راه تقريبا كيدي ليا شي ساعه ونص بحال هكا حتى لساعه. المهم كل مره وكيفاش مره ساعه الاربع على حسب واش غادي نبغي غير نهودو ولا بغيتو يجيني ملس ملس ملس. قوم معايا ما تمشيو فين عايشه راه غادي نطول عليكم في هذا الفيديو. المهم جايز انا جيت لهاد البيت اي نو اللايتين مشكل وكنبان صفرات 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 ولكن هذا هو الحل اللي عندي لحقاش هذه البلاصه اللي شويه كومفورتابل وغادي نجلس مرتاحه وحدايا البريز اهم حاجه. المهم باش غادي نبدا لكم اول حاجه كنمشط انا بهذه ديجا وريتها لكم او فيها الشعر دير راسكم ما شفتوش كنمشط بهذه هي اللي كتمشط لي شعري وهادو اللي تيكونوا فيهم اللعيبات بحال هكا راه ما كيقطعوش الزغبه بزاف. وهذه يلاه شريتها على ود مين كون كنصيب واحد الخصله غادي نشدها بحال هكا وبها غادي ندوز هذه حيت السنين ترقي وقيل كتخلي الشعر يكون مفرغ وكيتصيب دغيا دغيا. غادي نحتاج لاستيك باش نشد شعري واهم حاجه اللي خصني نبارطاجيها معكم هي لابلاك. بالنسبه لي انا كنستعمل هاد البلاك هادي من كيمي اي ثينك سميتهم كيمي هاد لا مارك وراها فيها سيراميك من الداخل واهم حاجه فيها هاد العيبه هادي كتسد باش كتبقى مشدوده وكتحل. صراحه هادي يلاه تقريبا هادي شي 3 شهور ولا 4 شهور باش خديتها ماشي بزاف. مهم واحد الفيديو كنصيبت فيه شعري وما كانت صيبت ليا مزيان لابلاك ومشيت خديت هادي صراحه كتصيب زوين وكنحس بها ما كتحرقش الشعر بزاف بحال لي بلاك اللي كانوا عندي قلالين لي بلاك واللي ما تديوش على الفرونسي ديالي. صافي هادشي اللي كاين وفيها هنايا الحراره كتحكمي ويت غنوريكم فيها فاش كتحكمي بالحراره فيها الزائد والناقص وباش كتشعلي وهي كتوصل اي ثينك حتى ل 450 درجه وانا الصراحه 300 450 هادو هما اللي كيصيبوا لي شعري لحقاش شعري كيرلي ومجعد بزاف يعني بزاف باش كيبغي يتطلق فيا. المهم كنديرها على 420 450 بعض المرات 300 ملي ما كنكون زعما محتاجه ان يكون هو بزاف باغا غير ما يعدنيش في السيمانه ديالي وصافي. صاليت دويت غادي نشعلها باش توجد باش توجد ديال كتسخن ديك الساعات كتبقى مورك مزيان على واحد البوطونه وكتشعل بحال هكا وكتقطلع. المهم انا غادي نطلعها غنخليها في 450 باش تخدم ليا باش تصيب لي مزيان وهنايا صافي كتبقى تحسب تتحسب حتى كتسخن وراه كتسخن دغيا دغيا يعني دغيا كتوجد. غادي نحطها اي ثينك هكا في الارض باش ما ديرناش شي كارثه وغادي نشد شعري نحيد بعدا الخواتم باش ما نتنتفش وغادي نشد شعري وغادي نبدا من التحت. صراحه راه العذاب شعر كيرلي كيبقى كنبقى نشوف دوك الناس اللي تيبغيو يرجعوا شعرهم كيرلي كنبقى نقول ويلي واش منيتهم نبي دم شعره طب باغي يرجع كيرلي الله يعلم. صافي انا كنشد هادشي للفوق وهذا هو اللي كنخدم عليه كنفرقو طريفات صغار وكنمشطو كل واحد كنمشو انا ما كنمشط شعري كامل دقه واحده لحقاش الا مشطو كامل كيولي فحال هكا بحال هكا تقريبا. داكشي علاش كنمشط شويه بشويه باش ما تيقنطنيش وما تيسهرنيش. غادي نبر غادي نبداو او دخل لي الزغب فيني. المهم غادي نبداو بحال هكا انا غادي نوريكم غير هاد الشيء هذا الاولاني ومن بعد غادي نزرب الفيديو باش ما نطولش عليكم. صافي غادي نمشطو بحال هكا كينو وغادي نجيب هادي حتى هي غنعاود بها واحد شويه باش يتطلق ودابا راه البلاك ديالي سخنات هيا لا مازال ما سخناتش مازال هي في 390 شي كتبقى تحسب حتى كتوصل العدد اللي بغيتيها توصل ليه. انا اي ثينك راه سخونه يمكن غير نقص منها شويكه غادي نرجعها غير 410
درتها على 410 ومازال كتحسب. صافي هي وصلت العدد اللي خصها تبقى فيه. غادي نجيب غادي نحط فوق من هاد الفطرات تبانوا ليا هنايا، غادي نبقى نحط فوق منهم البلاك باش ما نخسروش شي حاجه بالحديده. خاي الصراحه راه سيكوريز زعما ديك الحديده ديالها راه ما كتوصلهاش ما كتوصلش للسطح معك داكشي. وغادي ندير بحال هكا صراحه شوي كيكون صعيب 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 انك تصيب ماشي قدام المرايه. دابا راني كنشوف غير شو سميتو اوكي شتو هذه تدويزه وحده. انا غادي نعاود نمشطو بحال هكا وغادي نعاود ندوز فوق منه. وكيف ما قلت لكم انا راه ما كندهن حتى شي حاجه لحقاش داكشي كامل تيجيني كيزيت لي شعري. اوكي هذه التدويزه الثانيه شتو كي كيخرج واعر. واخا هو الصراحه شويه كيكون كيتحرق من التحت مي راه صامغش ماشي حتى لديك الدرجه. وغادي نكمل هاد الجهه كامله ينبقوا معايا انتم كتشوفوني. المهم هادشي الاولاني ما غنزربو لكمش باش تشوفوا بالضبط كيفاش كنخدم شعري انا. وصراحه باش كتكون لا بلاك كاليتي ديالها زوينه راه دغيا كتصيب ماشي فحال دوك اللي كيكونوا الكاليتي ديالهم عيانه كيمرضوا وكيضيعوا الوقت وما كتخرجلكش النتيجه كيف ما بغيتي. فحال الفيديوهات اللي قبل من هذا ديال صيبت شعري راه فريمون ما تصيب ما حتى شي لعبه. دازت غير داز غير شويه ديال الوقت وعاود تخبل. تلقى لي الشعر اللي مصيبه مع الشعر اللي وضروري البنات تمشطوا شعركم عاد دوزوا لابلاك باش ما يبقاش داكشي معقد وتسرح الزغبه. وانا راه صراحه كنوصلها حتى الخرج الجدر ديالي وما كتحرقنيش لحقاش الحديده بعيده شويه على الجدر فهمتي من هنايا شي الحديده راه بعيده شويه على الجدر داكشي علاش ما تتحرقكمش في جلده راسكم. صافي وكل ما تقلتي يدك في الجرار كل ما كيتصيب لك حسن. ها انت يا شوف قدوز غير بشويكو تبقاي دوزي غير بشويكو هكا. كل ما تقلتي كتر كل ما كتكون تصيبه مزيانه خصوصا في هذا الشيء اللي كيكون في الجدر. شفتوا الفرق انا غادي نزرب دابا باش ما نطولش عليكم بزاف ومنين غادي نسالي غادي نوريكم النتيجه الاخرانيه. Trains keep running, hearts keep breaking. I keep writing songs about things that are out of my control, but I pretend they're not, and then wonder why the outcome's not what I planned for. Oh, انا غادي نصيب شعري كامل ورجع لكم بقاو معايا. اوكي انا ساليت شعري والصراحه نسيت ما صورت لكمش. المهم حتى ساليت وعاد تفكرت هانتوما شوفوا كيفاش خرج. انا هنايا في هاد البلاصه هادي حتى ملي كتعجبنيش شعري بقى غادي بحال هكا. كنجي لهنا وكنفرق هاد البلاصه هكا وهاد البلاصه هكا اوكي وكنشد لابلاك وكندير لها كندوز بعدا التدويزه الاولى باش كيسخن الشعر دغيا وكندير لها هكا غادي نشدها وغادي نلوي بحال هكا
وشافي اوكي. وكندير لهاد هكا كنرجعو للور ولا كنرجعو للخدام كامل وكندير ليه هكا وكنعاود نقلبو انديا كيجي كيوت كيبقى في طولتو مي من القدام تيجي ويفي. المهم انا عارفه ما كنبانلكمش مزيان لحقاش طو شويه كيكون قليل. من بعد كندير هاد الزيت هذا كيخليه يبان شويه هيلثي اكثر من هكايا من التحت. ما كنديرش بزاف وما كنقيش جلدات شعري نهائيا باش ما تيبانش مزيت. كندهنها بحال هكا كندير في الدراع كنسخنها وكندوز لتحت وهنا يا ساليت فاينالي غادي ندوز هاد السيمانه هادي مرتاحه ما غاديش نصيب بزاف وكيف ما كتشوفوا راه طوال تبارك الله. المهم انا صراحه عييت بزاف راه تقريبا شي ساعه وعشر دقائق وانا كنصيب شعري ما حيتاش كان بوكلي بزاف. انا نورمالمون باش كنبغي نصيبو ما كنخليهش يتبوكل كنجمعو في الدار وكنشدو بلاستيك وما كيتبوكلاش بزاف صافي ما كيبقاش من فوق وما كيبقاش ويفي بزاف وما كيعذبنيش. مي هاد المره حيتاش كنت خصني ضروري يكون شعري مقاد لحقاش غادي نجي لفاس سو خليته شويه يتبوكل بحال هكاك بوحديتو ما درت ليه حتى شي حاجه من غير انني شفتو في الليل وصراحه عذبني. ولكن في الايام العاديه ملي كنجمع شعري عادي جدا ما كيكونش شي فرق كبير في الوقت ولكن المهم تقريبا 10 دقائق ولا 15 دقيقه راه زايده فيها. انا وصلت للدار حبتي وصلت عيانه بزاف 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 لواحد الدرجه راه ما يمكنش صافي وغادي نبدل حوايجي وغادي نحاول نشوف شنو نديرو الفطور غادي نمشي ان شاء الله عند جدتي اليوم. المهم في مرجنا ما قدرتش نصور لكم لحقاش كان عامر بزاف اصلا ما شرينا منه والو لحقاش لاكاس كان عليها النوبه وصراحه ما قدرناش نشدو النوبه على شي حاجه قليله صافي هادشي اللي كاين غادي نبدل حوايجاتي ورزح شويه لحقاش راني كاوكا وعتيه مع هضرت بزاف شفت وعييت ما تديش على هاد الروينه كامله يا المهم بقاو معايا عارفاكم صبروا معايا ما درت والو في هاد الفلوق هذا